احكي لكم حكايه. صلوا على رسول الله. كان في واحد اعزكم الله محتال نصاب يعني، حشى وملأ فم حماره اعزكم الله جنيهات وقطع من الذهب رغما عنه، فتح فم الحمار وحشاه وذهب به الى السوق، نهق الحمار تساقطت الايه قطع الذهب منين؟ من فمه. الناس اجتمع فيه، الدنيا مليانه عجائب. لا لا، ده حمار عجيب ينهق من هنا الذهب يتناثر منه. طبعا الناس دخلوا في ايه؟ في مزاد على طول فورا، ما الذهب ده يذهب بعقول الناس. اقول لك شيء، انت لما قلت لك قبل كده لما تمشي في السوق وزوجتك ماشيه مستكينه فجاه تختفي منك، تجيتها فين؟ اول ما تلاقي الاصفر ده يقول لما سمي الذهب ذهبا؟ لانه ذهب بعقول الناس. ذهب اللغه العربيه لغه عجيبه، ذهب خلاص سبحان الله. المهم اشتراه كبير التجار بسعر عالي، روح البيت الحمار ينهق، ما هو ذهب لغه سبحان الله العظيم. المهم فالرجل لما وقع تحت طائلة النصب والاحتيال التاجر راح جمع التجار، الرجل ده نصب عليه، باع لي حمار عزهم الله بيقول ان لما بينهق بيتقاطر منه تقع منه قطع من الذهب، وطلع الكلام ده نصب واحتيال. راحوا على بيته، البيت ما هو عرف ان في حد جاي فر من البيت، فزوجته اهلا وسهلا مرحبا مرحبا، ف اين زوجك؟ اتفضلوا استريحوا وانا ارسل الكلب يحضره. يا سلام، الكلب متعلم الدرجات دي، نروح يجيب. انطلق الكلب لا يلوي على شيء، بعد شويه جه النصاب المحتال معاه كلب يشبهه، الكلب التاني فك كان محبوس وايه ومصدق فك، فهم اول ايه سابوا مشكله الحمار وايه عايزين يشتروا الايه الكلب. الله يا سلام على الكلب ده، اشتريه بكم؟ ورفعوا اعلى السعر. المهم الرجل خده اطلقه، ذهب الكلب ولم يعد. قال لا ده رجل ده صدع حكيد، احنا نروح له كلنا. راح فقالت لهم انتظروا حتى ياتي. جه انت رجل انتظر، هل قدمت لهم شيئا لهؤلاء الاكارم الاكابر عليه القوم؟ واحنا العربي يحب النفخ اول ما تنفقه يقول لك انا رئيس مجلس الوزراء. قالت لا والله. فقام الرجل معه سكين نصلها يدخل في ايه في غمدها، يعني لما تعملوا زي بتوع الايه الحاوي، لما النصل يروح داخل غطى عليه يدخل جوه شغل حواه، فطعنها قدامه عشان بخيله. النصل دخل في ما هي حاطه كيس في صبغه حمراء سال الدم وعملت روحها ميت. قال يا رجل اتق الله. لا 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 لا, لا. انا قتلتها كذا مره قبل كده، استنى بس. طلع مزمار من فمه قاعد يزمر لها راحت صحي، عملت لهم القهوه. لا ساوي الموضوع، اشتروا الايه المزمار. بالك انت تسمع بقيت الحكايه المره الجايه ان شاء الله، احتال عليكم واحكيهالكم. المهم يعني، فالمهم اشتروا المزمار، رجع الرجل اللي معاها المزمار طعن زوجته يزمر لها. ايوة الله يفتح عليك، احنا ما بنبيعش مزامير هنا يعني في المسجد، الله يرضى عليك، لا نبيع المزامير. المهم انشغل طعن خبر ابيض، كل واحد سبحان الله قال والله يا اخي طعنت زوجتي جيت تزمر لها بالمزمار لم تستيقظ. طب وبعدين؟ قالوا اديني بس انت اعطيني المزمار. راح ده طعن زوجته ده طعن زوجته. الله الله الله. فتخلص، ودي كانت وسيله من المهم تخلصوا. بعد ما تخلصوا خلي بالك قالوا لا الراجل ده يعني ضحك علينا كلنا وعلى المدينه كلها، راحوا حاطينه اعزكم الله في شوال كيس كبير، رحنا نرميه في البحر. فضلوا شايلينه وضخم الجثه تعبوا حطوه في الكيس وايه استغرق في النوم كبس عليه وناموا. الراجل ايه يستنجد مره راعي غنم، ليه واحد جوا كيس في ايه؟ قالوا فكوني بسرعه فك ايه؟ قالوا الناس دول عايزين يزوجوني بنت اكبر تجار المدينه
وانا احب بنت عمي وانا ماليش دعوه في المال ده عندها ملايين والاف وانا ماليش دعوه. قالوا لا لا فك 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 مش انت. وراح داخل في الكيس عشان ايه يتزوج بنت الطمع بعد عن الطمع والله ده لا لله. المهم سبحان الله صحي والجماعه مسكين الراعي الغنم المسكين ورميوه في الايه في البحر. هو اخذ القطيع الغنم ورجع على البيت رجع المدينه لليوم. قالوا انت ايه اللي جابك؟ قال انت لما رميتوني في البحر خلي بالك انت طلعت حريه من البحر. قالت خد الدنانير الذهب دي اشتري بيها اللي يعجبك اشتريت بيها. قالت بس خلي بالك لو اصحابك دول رموك جوه شويه في الرميه كانت تطلع اختي الكبيره الحريه الكبيره دي اغنى كانت تعطيك اموال اكتر. المهم كلهم سبحوا عشان ايه يقابلوا الحريه الكبيره وغرقوا جميعا وتملك الرجل المدينه كلها. مين المحتال ده؟ الكيان الصهيوني. ومين زوجته؟ الولايات المتحده. ومين اهل المدينه؟ العالم العربي. هل وصلت القصه؟